فتركت التعليم وكنت أعلم في تلك الفترة في الكويت، وكان الراتب مجزيا إلى حد ما. يعني الناس بعض أصدقائي ظنوا أنه أنا يعني فقدت عقلي، أنه الناس تبحث عن دور في الخليج، أنت تارك الخليج جوي ترجع على بيروت تشتغل في هذا الحكي 57-58. ففي هذه الفترة لمن لا يعرف قام في لبنان حركة شبه ثورية، ثورة 58. يقال أنك استغليت ثورة 58 وعدم إعجابك بكميل شمعون، فانطلقت يعني تكتب عنه، في يعني لدرجة أنك يعني أصبح لديك موقعا صحفيا ملفتا. هو اللي حدث الحقيقة. لا يعني كان سليم اللوزي معارضا لكميل شمعون، يعني كانت هذه سياسة المجلة، سياسة داخلية سياسي. ولكن كمان يعني علينا أن لا نغفل أنه كان في تلك الفترة بداية ظهور جمال عبد الناصر. يعني معارضتك لشمعون كانت تضعك في دائرة عبد الناصر. ما في شك، ما في شك. لكن اللي يعني اللي حدث انه خشية سليم لوزي من ان يعتقل او يعتدى عليه، لانه جرى محاولة الاعتداء عليه واتهم يومتها كميل شمعون انه وراء ذلك. ففر الى دمشق. انا توليت مسؤولية اصدار الحوادث لوحدي، وطالت مدة غياب سليم حوالي شهرين ثلاثة في دمشق. فأنا يعني طبيعتي ليست كطبيعة سليم 100%، يعني ميلي سياسي وعقائدي وفكري وثقافي أكثر من فني. فاستعنت في هذه الفترة في فئة من الإخوان الكتاب اللبنانيين أصدقائي العروبيين، وعلى رأسه منح الصلح وعدد من الإخوان. ولما عاد سليم اللوزي وجد أنه أمام مجلة أخرى جديدة فحتى كتب مقال وجداني أنه وطني بالرغم مني، أنه أنا لقيت حالي أمام طيار جديد وقومي وناصر وكذا 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 وكذا، ومشي في هذا التيار. فالحوادث عندما اتخذت هذا الخط القومي طبعا استفدت منه في خلق شبكة من الاتصالات على مستويين. أولا علاقاتي برجال السياسة اللبنانيين والعرب أنه صارت الحوادث مقروءة في سوريا وفي مصر، فصار يعني الوسط السياسي في مصر وفي سوريا وفي لبنان يعني لي اتصالات بهم ومعرفة بهم، وتنمت طبعا مع الزمن هذه العلاقات صحفيين وسياسيين بالطبع. ولأن الحوادث كانت ناصرية وقومية وعربية، فبالتالي قضية فلسطين من قضايا الفكر القومي، فأفسحت في المجال يعني يمكن بمسافة رحبة للكتابة عن قضية فلسطين بالذات. فكانت تقريبا الحوادث في تلك الفترة أكثر مجلة لبنانية أسبوعيا في شيء عن قضية فلسطين، في شيء عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، مشاكلهم مع الأونروا، مشاكلهم مع الحكومة، مشاكلهم في المخيمات، مشاكلهم المختلفة. يعني كانت بالنسبة لك منبرا وهذا وسع أقام العلاقات اللي على المستوى الثاني اللي هي على مستوى الشعب الفلسطيني. فصار يأتيني بريد القراء من غزة، من الكويت، من سوريا، من مصر، كله من أبناء فلسطين أصحاب الحاجات أو أصحاب التطلعات. إنه طب إلى متى نحن هكذا، مش منظمين، مش مرتبين، مش إلى آخره. ومن خلال عملي في الحوادث الحقيقة أقمت أول تنظيم فلسطيني أنا اشتركت فيه طبعا سري، اسمه جبهة التحرير الفلسطينية، وكانت تصدر فيما بعد أصبحت تصدر نشرة أسبوعية تقريبا اسمها طريق العودة، وأصبحت لها شأن فيما بعد. سنتناول في إطار موضوع طريق العودة فيما بعد. فاللي عاوز اقوله انه الحوادث الصحافه
والحوادث بالذات لها يعني فضل علي. الحوادث يعني إلى جانب ما قلت أدخلتك المجتمع البيروتي، كتاباتك السياسية فيها أدخلتك المجتمع البيروتي من بابه العريض. صحيح. كتاباتك في الشأن اللبناني، كتبت في الشأن اللبناني، هل كان من باب أنك لبناني الأصل أم كانت هنا بداية التدخل في الشؤون اللبنانية؟ صدقا سعاد، صدقا الناس يعني مش مصدقيني وصرت مكرر هذا مئات المرات. أنا عندما أكتب في أي قضية عربية بشعر أنه هذا من حقي، يعني ما مضطر أستأذنك حتى أكتب عن الشأن اللبناني، كما إني أشعر في نفس الوقت أنه من حق أي مواطن عربي أن يكتب في القضية الفلسطينية وأن ينتقد القيادة الفلسطينية وأن يقول رأيه في القضية الفلسطينية. يعني أنا رافض هذه الحواجز. نعم. إنه أنا لازم أطلع هويتي حتى أكتب عن لبنان أو أكتب عن العراق أو أكتب عن فلسطين. أنا عربي ومن حقي وكإنسان. طب ما هو الإنجليزي عم بيكتب عن قضايا، والأمريكاني عم بيكتب عن قضايا أنا، والإسرائيلي بيكتب عن قضايا أنا. أنا لم أكن أشعر صدقا بأي حرج، ولم يشعرني للحق أي مسؤول لبناني انه 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 شو 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 انت انت نعم الشيخ اكثر من الشيخ بيير اللي شاءت الايام فيما بعد ان نصبح في خندقين متقاتلين كان من اصدقائي، كان صديق، تخانق انا وياه سياسيا، نختلف سياسيا، يشكيني لسليم اللوزي احيانا انه شافي كتبه قال هذا ومش مزبوط الحكي، لكن عمر ما قال انه هذا فلسطيني، بالعكس هو كان يحرص علي انه انت لبناني. لبناني نعم. بس انت عقلك مش مزبوط، عبد فلسطيني. نعم. طب الى اي حد انطلقت الحوادث بفعل احتسابها على جمال عبد الناصر؟ هو مجدها في عهد عبد الناصر. مجدها في عهد عبد الناصر. أولا نعم. اولا يعني اصبحت تمثل تيارا سياسيا له جماهيريته ما بين المحيط والخليج. يعني مبيع الحوادث اصبح يعني ما بده من يسعى لتسويقه السوق، طبعا كان في دعم معنوي وربما دعم مادي حتى، يعني لانه كانت الحوادث محاربة اعلانيا. يعني انا بذكر انه كنت في بداياتها حتى 67 يعني بعد مرات نستجدي اعلانا، لانه كل شركات الاعلان كانت مرتبطة في اصحاب مصالح ضد الخط الناصري، يعني متأثرة بالخط المضاد لعبد الناصر، يعني اقتصاديا او تجاريا دفعت الثمن ثمن احتسابها على عبد الناصر، الا انه معنويا معنويا وتأثيرها في العمل السياسي كان مهما. يعني وللأسف لانه بعد 67 انقلبت طيب. عن خطها. هل حاولت في كتاباتك في الحوادث التقريب في وجهات النظر بين الفئات الفلسطينية التي كانت معارضة لعبد الناصر والتي كانت موالية له؟ دائما هذا كان أحد همومي وما زال من همومي حتى يومنا هذا، ولكن الآن في الساحة الفلسطينية. يعني أنا كنت من أكثر الناس تحركا كصحافي وتشهد بذلك يعني مجلدات الحوادث للسعي للوفاق بين البعثيين في ذلك الحين وحركة القوميين العرب وجمال عبد الناصر. يعني ذهبت إلى دمشق وذهبت إلى بغداد وذهبت إلى القاهرة عدة مرات وفي مهام يعني صحفية وإلى حد ما سياسية للتقريب بين هذه الفئات القومية اللي ترفع نفس الشعارات، كل واحدة حرية واشتراكية بس صنفوها بعد مقلوبة يعني مقلوبة عند الآخرين. نعم. وكان هذا الحقيقة عبثا دفعنا ثمنه حتى يومنا هذا. نعم للأسف. يعني احنا عشنا في 63 فترة الجيل اليوم ما بيعرفها، عشنا فترة نترقب على الراديو. انا كنت اصحى الساعة 6:30 صباحا اسمع راديو القاهرة الذي كان يذيع موجزا لما جرى من حديث عن الوحدة الثلاثية بين العراق وسوريا ومصر، وأنا كنت أعرف أن بن بيلا الذي كان في الجزائر في ذلك الحين يحكم كان يعني ينتظر القرار الوحدوي ليعلن أن الجمهورية الجزائرية هي الدولة الرابعة في دولة الوحدة. نعم. حتى أكثر من ذلك، وهذه يعني ما كانش رح يتم، لكن هو يعني
تعطي معنى. حتى الملك حسين روي عنه أنه قال